حديث الصحيحين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله قالوا: هلموا إلى طلبتكم. هذا الشيء الذي تطلبونه وتبحثون عنه ها هما، فيأتونهم فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فيسألهم ربهم، يسأل الله تعالى الملائكة وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ فتقول الملائكة: يا رب، إنهم يسبحونك ويمجدونك ويكبرونك ويعظمونك. فيقول الرب سبحانه: وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا والله يا ربي ما رأوك. فيقول الله سبحانه: فكيف ولو رأوني؟ فتقول الملائكة: يا ربي، لو رأوك لكانوا أشد لك تعظيما وأكثر لك تسبيحا وأكثر لك عبادة. فيقول الرب سبحانه: فماذا يسألون؟ فتقول الملائكة: يسألون جنتك. فيقول الرب سبحانه: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول سبحانه: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: والله يا ربي لو رأوها لكانوا أشد لها رغبة. فيقول الرب سبحانه: ومما يتعوذون؟ فقد تقول الملائكة: يتعوذون من النار. فيقول الرب سبحانه: هل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول الله سبحانه: وكيف بهم لو رأوها؟ فتقول الملائكة: يا ربي، والله لو رأوها لكانوا أشد منها مخافة وأعظم منها ربا. فيقول الرب سبحانه: فإني أشهدكم أني قد غفرت له. فإني أشهدكم أني قد غفرت له. فيقول ملك من الملائكة: أي رب، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، ما تذكره ولا تحمد ولا تستغفر ولا تسأل الجنة ولا يستعيذ من النار، جل شي غرض. فيقول الرب سبحانه: هم القوم لا يشقى بهم جليسه. فيقول الرب سبحانه: هم القوم لا يشقى بهم جليسه. هم القوم لا يشقى بهم.